السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. مرحبا بكم إخوتي الكرام، في هذه الحلقة ستشاهدون كيف أن البخاري حرف رواية بيع سمرة بن جندب للخمر، وكيف أنه تستر عليه بكلمته الذهبية فلان، والمصيبة أنه نفس السند من شيخه الحميدي. لنشاهد أول الحديث من كتاب الحميدي ودققوا في السند. مسند الحميدي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كما شاهدتم أن هذا الصحابي سمرة بن جندب الذي عليه علامة الجودة رد كان يبيع الخمر. الآن لنذهب إلى البخاري الذي نقل الحديث من الحميدي مباشرة بنفس السند ونرى ماذا فعل. صحيح البخاري، شاهدوا أنه نفس السند. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. شاهدوا أنه نفس السند. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس. هنا البخاري رغم أنه نقل الحديث بنفس السند من الحميدي لم يمتلك نفسه وحذف اسم الصحابي وأتى في مكانه فلان. بالله عليكم، هل إذا قرأ إنسان هذا الحديث كيف سيعرف من هو فلان الذي باع الخمر؟ والعجيب أن محقق كتاب الحميدي استحسن فعل البخاري في تحريفه اسم الصحابي سامورة. لنشاهد ماذا قال. أخرج مسلم وابن ماجه هذا الحديث من طريق ابن أبي شيبة عن سفيان وفيه أيضا أن سمرة، ولكن أخرجه البخاري من طريق الحميدي فقال إن فلانا، ولم يصرح باسم سمرة، وهو عندي من صنيع البخاري وحسن تصرفه، ولم ينبه عليه ابن حجر. هذا دين هؤلاء، إخفاء الحقائق على الناس وتسترهم على أصنامهم، كل هذا لكي يبقى أصحابهم كلهم عدول، كلهم رضي الله عنهم، كلهم في الجنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دين السقيفة. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.